حنا حيت ما كاين لا محامي لا والو، حيت اليوم الساعة 10 الساعة 10 دابا قال لك انتوما تمشيو ديروا مذكرة من الأحسن وطلبوا فيها هذاك الطلبات ديالكم اللي بغيتو وشي اللي بغيتو تقولوه ديروهم مذكرة و17 11 جيبوها لينا إن شاء الله والدولة غتعين لكم محامي ولا لقيتو نتوما محامي الأحسن هذا هو اللي كاين. نتوما باش كطالب؟ حنا كنطالبوا لي بالإعدام باش الانسان يضيعك فمك ويرزقك فمك راه ماشي ساهله. باش الراي العام يعرف واش الاخ ديالك هذا اللي قتل الام ديالك. هو صغير عنده 31 سنه. قتل الام ديالك وتكرف على الاب. الام ديالي الام ديال هو كان كيضرب في الوالد 14 ضربه في الراس. كان كيضرب في الوالد فهاد. الوالد هي جات تفك الوالد ولا الضربه هي. هي ماتت الله يرحمها والوالد راه عطينا معاه بالعلاجات ديال السبيطار وتبعنا ليه في كلينيك ودار العمليه الحمد لله دابا راه بخير. دابا شنو هي الوالد؟ نعم الوليد مسكين راجل كبير علاش جا للمحكمه علاش جاو اليوم للمحكمه؟ جينا الجلسه باش يهضر هو ما تقبلش باش ما يحضرش قال لك ضروري نحضر لانه ضيعني في مرتي وضيعني في صحتي فهمتي حياتي كلها دابا ما كينعش كاع ديما كيحلم بيه ديما عندك يخرج وقت النيل عندك كذا هذه هي تقريبا الافكار اللي كتدور في دماغه كيحلم بيه كاع كيحلم بيه علاش تعدى عليه؟ علاش هذا الاخ ديالك تعدى عليه؟ واش هذا الاخ ديالك كان مبلي ولا؟ كان المهم اش غنقول لك انا حاليا ما عمري شفت حتى الكارو وكبالنسبه للكلام اللي كيقول هو كان كيقول لهم علاش ما قريتونيش علاش ما تكونش لاباس عليكم وملي كاع هذا الشيء كاين ما كنتوش تولدوني ما كنتوش تولدوني ما كنتوش تولدوني هذا هو الكلام اللي كيطرح الله هو اللي يرزق بالابناء الله اللي كيرزق ما عندي دابا كل شيء ما يخليني ما يخليني ما يدير كرفستني كرفستني وسعد عليا انا الحمد لله تكرفص عليك الحاج تكرفص عليا في النعاس حتى جا فوق مني وزقاني بحال ما هكا وانا لابس اللبية هو قال لهم زقاني وبدا يضرب فيا بحجرة ما عرض ليا ما عرض وخبط فيا بقاش يضرب فيك بحجرة؟ ما عرض ليا خلاني كاع غايش في الدميات والمرا هي غايشة في الدميات درتوا لي عملية الحاج؟ درنا لي عملية عملية درنا لي في كلينيك والله العظيم ما تسلفنا باش درنا لي حيت جات تقريبا قربة العيد درنا جات داكشي قربة العيد بقى شي سيمانة للعيد الكبير باش درناها ليه درنا اعلان وسميتو ولكن ملي مجال المهم ما تسلف وسميتو باش درنا ليه عملية المهم هم شي هو خصو ينوض الوالدين وما بقاش كينوض هذيك الساعة ما بقاش كيدير عليه كوز دابا الحمد لله ملي درنا العملية بعد شوية تحسنت الوضعية ديالو أحسن من كان 100% محسنين أنا ولدي تما عاونوني بشوية قال ما عندي ما عندي باش ندير العملية ملي عاونوني تا درت العملية خويا علاش هاد الاخ ديالك داير هادشي كامل؟ كيما قلت لك سابق قلت لك عنده 31 سنه هما كيسكنوا في برارك ماشي ديور ولا كذا كيقول لهم علاش هادشي كله السبب ديالو هو نوض تخدم هو كلمه نوض تخدم ما بغاش يسمعها قال لهم لازم نتوما ديك الساعه ملي ما تكونش لاباس عليكم وما تقرونيش باش نكون انا طبيب نكون محامي نكون قاضي نكون كذا كذا ما كنتوش تولدوني كاع هذا هو السبب علاش هو ما قراش؟ مناش خرج المستوى الدراسي ديالو؟ ما كانش كيقرا عارف كانوا في العروبيات المدرسة بعيدة وبالنسبة للأب ديالو هو الأخ ديالي غير من الأم ديالي ما قراش هذا هو الأسباب هو الأخ ديالي غير من الأم شوف الأخ ديالي غير من الأم حنا راه سبعة ماشي غير هو راه حنا كاملين ما قاريش سبعة واش ماشي سبب مبرر يعني غير باش انسان ينوض يقتل امه على القرايه راه هما كاع قراو واش وصلوا شي حاجه ما كاينش لا مكتب لك الله شي حاجه راه مكتبها لك الله هادشي اللي كاين هو من بعد ما قتل الام ديالو ومشى للسجن عيط ليكم تواصلوا معاكم عيط لي هو ولكن قلت لي انا ما عنديش اسم عبد الله قال لي اخوك عبد الله قلت لي انا ما عندي سميت عبد الله قال لي انا كنطلب باش طلب امي وبا باش يسمحوا لي قلت لي امك راه ماتت الله تقتلتها وحنا دفناها ما عندنا ما ندير والوالد راه عرفها انا اللي قلتها ليه ما خبروش هو قلت لك عيط قال لي زعما دخل زعما كيفاش كان الرد ديالو فاش قلت لي امك ماتت شنو هو كان كيكبر قلت له واش تداخل كدير عمره الله اكبر الله اكبر فهمتي بحال ما جاته بحال الشمته هذا وعى براسو وعى انه بحال يعني قدروا نكونوا كاذبين قال لي ندمت قلت لي ندم احنا باش غتنفعنا دابا ملي مشات الوالده الوالد مقبل ما بين الحياه والموت يعني حاليا دابا ندم باش غتنفع الانسان خصو يركز قبل في هذا من هذا كنطلب جميع الشباب الا ما قدرش على الرضا ما قدرش على الوالدين من الاحسن يبعد منهم من الاحسن احسن حاجه هو الانسان يبعد من والديه الا غياديهم ويدي الاذى ديالهم وسببهم غيدخل جهنم انه بسببهم يدخل الجنه بسببهم يدخل جهنم وراه الله سبحانه وتعالى كيوصي على الوالدين الرسول صلى الله عليه وسلم كيوصي على الوالدين من الاحسن يلصقوا به من طاجي لكويره فين ما عجبو يمشي اي مدينه وعنده الرباح
عندر اللهم امك تبكي وتسكت وقت ما رشقت لك رجع ولا تعود دير فيهم شي معصيه وتعود حتى تعدى على الاب ديالو وتعدى على الام. وبالنسبه لي انا تاريخ اسود هذاك التاريخ ديال 17/3/2021 اسود نهار عندي في حياتي على 8 الصباح اللي كنمشي نلقاهم هما قول 200 راه ماشي سهله. الدم الدم كلهم عامرين دم 14 ضربه قالت الوالد وهي الوالده ثلاثه ضربات تقريبا محفرين وسببهم غاجي في الراس الدم هو ديال المخ بسبب ديك الضربه اللي سميتو. شحال مسكينه عاش من مورا الضربه؟ 7 ايام. الله اكبر. 17 نهار 24 توفات مسكينه. وهو شد هذاك النهار؟ لا نفس النهار مشى معاهم في السبيطار مشى معاهم في لابيلونس. اش كان يقول ملي كان غادي معاهم في لابيلونس؟ كيقول لك شوف ما تلقيش الاخبار. لا راه انا اللي وقفت في الاول ملي عيطوا لي مشيت لقيتهم ولقيت هو كيضرب في يده مع الحيط كيقول لي مي وبا دخل عليهم شفار كيضربهم انا ما جبت اخبار انا النعاس انا كذا انا كذا انا كذا. انت عرفتي كاينه شي حاجه ولا ما شكيتيش في الاول؟ شكيت ولكن ماشي 50% ولكن ما غاديش 100% بانه ما يمكنش غيجي خوفي ويضرب مو ويضرب باه ما غير تجي على بالك نهائيا ابدا 50% ولكن ماشي متيقن 100%. عندنا فيه ثقه ولدي درنا فيه ثقه. وما عمرو تعدى عليهم من قبل؟ لا لاول مره. أول مرة غيز الوالدة أول مرة. أول مرة غيضربهم؟ أول مرة غيضربها غيز الوالدة. وتا هذا نقولها حيا. راه قريب الوالد كنتو مخلوعين عليه. ما لا راه مابقاش كيهضر هذيك الساعة ولا في صدمة. غيبار الإعلان راه في الإعلان الأول راه مشاو حتى للدار راه ما كيهضرش كاع بزاف غير اللي كوش الإنسان ما كيتحركش فهمتي وكتوكلوا غير الصوبة ولا ما وكلتيش ما ياكلش وتوكلوا بزز تاليك ماكلوا ما باغيش راه ماشي سهلة. شي حنا صافي نيسناه صراحة والحمد لله درتو ليه اوبيراسيون الراس ديالو اوبيراسيون على الراس على الراس قليل فين تصدق هذه العملية والحمد لله والحمد لله نجحت الحمد لله هو دابا واقف على رجلي رزق حي جاب جا اليوم الجلسة يدوي على حقه هو جاي على حقه الزوجة ديالو حقه من حقه هي الوالدة كتموت ساخطة عليه كتموت وكتدعي عليه وهذا هو راه كرهوه باش الانسان يدعي على الولد ديالو راه ماشي ساهل الكبده ديالو راه ماشي ساهله. واقيلا كان ديما شي عايرهم ماشي اول مره. انا الا كان شي حاجه مخبين عليا ما عرفتش النظر خايفين عليا انا عندي ولاد انا عندي ما كانوش يقولوا لك باش ماشي يقول لي باش ما تكونش مشاكل ماشي بعيد ماشي بعيد انا ما عمري سمعت شي حاجه وحاليا كون سمعت شي حاجه ما يمكنش نتقبل. كان تغطي عليه مو شكون اللي كان تيغطي عليه؟ مو اللي كتغطي عليه قيلوا عليكم درويش راه بعدوا منه درويش بعدوا منه كان شي عايركم الحاج كان شي يضربكم كان يسب وعاير ما مقصرش ما كنتيش كنت متوقعين غيضربكم قلنا حنا ما يديرش هاد الشيء ما جاش قلنا هاد الشيء ما يديروش وبعد ولا دايروا ما بقى ما يديروش الكلام اللي داروا اش بغيو ليه اخر كلمه انا بالنسبه لي الاعدام اعدام 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 اودي خير الحاج اش بغيتي شي الا بغيت انا شوف الا تسيب غادي يجي يقتلني بغيتي لي الاعدام بغيت لي الاعدام صافي هادشي اللي نطلب لي انا